شكرا. كان تنظيم لي احتفائية كبيرة تمثلت في معرض تاريخي للذاكرة الوطنية ومعرض بالتنسيق مع المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي، يتضمن الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. قدمت يعني قصيدة خاصة بأول نوفمبر المجيدة اللي تعبر يعني بالأخص على الشخصيات الستة اللي اجتمعوا في لابوينت بيسكاد، اللي هاد الستة انبثقوا من مجموعة 22 تاريخية اللي اجتمعوا في صالون بي. بهذا العمل بالمسرح والسينما والأغنية والكتاب والقلم بصفة عامة نقدروا نساهموا في كتابة تاريخ الثورة التحريرية. العدد الكبير للشهداء يعطينا فكرة عن كل ما عناه الشعب في تلك الحقبة والفترة.